حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نرجع على كل اللي اخدناه قبل كده عشان نبدأ الدرس الجديد بتاع النهارده. يلا مين شاطر هيقول لي What is there at the farm؟ ايه اللي احنا شفناه في الفارم او ايه اللي موجود في الفارم؟ ها انا سامعاك اهو. Number one, there is a cow. Very good. ها Number two, there is a sheep. Excellent. ايه كمان؟ Number three, there is a horse. ايه كمان؟ There is a cat. Okay. ايه كمان؟ There is a duck. Very good. ايه كمان؟ There is a rabbit. Excellent. يبقى احنا كده رجعنا على كل اللي اخدناه في الفارم. طب يلا افتح معايا البوك بتاعنا page number 31 صفحة رقم 31 نشوف التدريب بتاعنا الجديد عبارة عن ايه. بيقول لي ايه؟ يلا نشوف. بيقول لي lesson and match. هنعمل ايه؟ هنسمع مع بعض كل picture من دي، كل صورة من دي تدل على ايه، وهنوصلها بالmissing parts بتاعتها او الجزء المفقود منها. number one بتقول لي ايه؟ number one بتقول لي look there is a cow let's feed the cow. يبقى number one هوصلها بصورة الكاو. طيب number two، صورة number two look there is a sheep let's feed the sheep. يبقى هنوصل الصورة number two بالشيب. ايه كمان؟ الصورة number three look there is a horse let's feed the horse. وزي ما دفعنا قبل كده let's feed هيا نطعم او يلا نأكل الهورس، هيا نطعم الشيب وهيا نطعم الكاو. هنا هنوصل صورة number one بالكاو، صورة number two بالشيب، صورة نمبر 3 بالهورس، وبعد كده هنلون الانيمالز الجميلة.